السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مع رحلة جديدة مع قيمنا، نتعلم فيها من النبي عليه الصلاة والسلام كيف نبني القيم ونطور أنفسنا. قيمة اليوم هي قيمة اللطف، وستكون أمثلتنا وتجاربنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في اللطف في التعامل مع المخطئين. أهلا بكم. وقفتنا الأولى في رحلة اللطف عند النبي عليه الصلاة والسلام هي في قصة من قصص غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، في غزوة أحد، حيث تعرض المسلمون إلى هزيمة بعد نزول الرماة من الجبل وخسارة المسلمين 70 شهيداً. كان هناك عتب قرآني للمسلمين على ذلك الأداء. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوه. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند الله. رغم هذا النقد الواضح لسبب الهزيمة الذي وجهه الله تعالى إلى الصحابة الكرام، إلا أن هناك توجيها ربانيا للنبي عليه الصلاة والسلام في طريقة التعامل الأنسب معهم. يقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه القصة تحكي تعاملاً عميقاً يراعي نفسيات المسلمين وهم يعودون بعد هزيمة شديدة. النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر من الله أن يتلطف بهم، على الرغم أن الآيات القرآنية كانت صريحة في تبيين سبب الهزيمة. ولذلك رب العالمين يوجه ويقعد لأساس قيمي متين، هي أن اللطف أشد تأثيراً من الشدة. فبما رحمة من الله لنت لهم. البديل: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. حينما تكون النفوس مهزوزة، حينما تتعرض النفوس إلى صدمة أو إلى هزيمة، تحتاج من يدعمها نفسياً، من يربط على أكتافها ليعبروا من هذه المرحلة. ولذلك كان توجيه الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أحد الأخطاء التي مر بها المسلمون في معركة أحد هي أنهم أصروا بعد مشاورة النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وخاصة كان هذا رأي الشباب، أن يخرجوا للقتال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى البقاء في المدينة. وتأتي الآية لتكرر الاعتماد على المشورة: وشاورهم في الأمر. كل أمر ليس فيه وحي فعليك بالمشاورة، عليك أن تشاركهم الرأي لتصلوا للقرار. هذه التوصية توصية ربانية تبني قيمة اللطف في النفوس، تلقاها النبي عليه الصلاة والسلام من الله تعالى فأقامها في نفسه، وتعلم منها المسلمون كيف يتعلموا اللطف ويقيموه في أنفسهم. قصتنا الثانية في قصص اللطف القرآني النبوي
هي قصة سيدنا أنس بن مالك. سيدنا أنس بن مالك خدم النبي عليه الصلاة والسلام منذ أول قدومه للمدينة، كان عمره آنذاك 10 سنين، وبقي يخدمه 10 سنين كاملة. يقول سيدنا أنس عن هذه الفترة، قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لا والله ما سبني سبة قط، ولا قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان بعض أهله إذا عاتبني، أي إذا كان أحد زوجات النبي عاتبنه على تقصير ما، وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء يقول: دعوه فلو قضي شيء لكان. قمة التعامل الإنساني اللطيف مع الخادم والأجير، أن يكون اللطف أصيلا، فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين لا يسمع منه أنس عتبا يخدش لطفه وحياءه. هذه هي القيمة النبوية. ولذلك تكرر من سيدنا أنس بعض الأخطاء، أن يوصيه النبي شيئا ثم يذهب فينشغل مع الأولاد أو مع الصبيان وينسى أمر رسول الله، فيمر النبي عليه الصلاة والسلام فيمسكه ممازحا من أذنيه ويقول له: أين أنت يا أنس؟ ماذا فعلت في كذا؟ ولا يتعدى الأمر ذلك. قيمة اللطف في تربية النبي عليه الصلاة والسلام وفي تجاربه قيمة عظيمة. لو أردنا أن نفهم دلالات أخرى لهذا الحدث، سنفهمه من زاوية ثانية حين نفهم شخصية سيدنا أنس. يقول سيدنا أنس وهو يصف النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله. هو هنا يصف وصف لطيف ومشاعري للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعكس طبيعته الشخصية المرهفة. يقول في حديث آخر عن يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي عليه الصلاة والسلام ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. هو يرى جمال النبي كجمال ورقة المصحف. حين يكون الإنسان بهذا الإرهاف من الحس، سيكون حتما اللطف موجبا معه في التعامل، وهكذا كان تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أنس بن مالك. التجربة الثالثة هي تجربة نبوية مع قصة فتى يحب الرسول، ولكنه كان يريد الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا، كان يريد منه إذنا خاصا يراعي ما يشعره وما يكمنه من مشاعر. جاء هذا الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. وهنا وقفة مهمة جدا، لماذا يأتي الشاب ليطلب الإذن وهو قد يستطيع أن يفعل هذا الذنب؟ فيها دلالة على احترامه لمقام النبي عليه الصلاة والسلام وعلى استجابته وتسليمه، فهو لا يريد أن يقع في الخطأ دون إذن. وهذه أول العلامات، نحن حتى عندما نقع في خطأ علينا أن لا نستحل الخطأ، علينا أن لا نبرر لأنفسنا وقوعنا في الخطأ، بل نبقي شيئا من التوبة يعيدنا إلى جادة الصواب. نعود للقصة. يقول: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. قال: فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه،
أي أن الناس الحاضرين أقبلوا عليه، ماذا تقول؟ اسكت. زجروه ومنعوه من هذا القول، واعتبروا أن تصريحه بالإذن جريمة أخرى. فكيف تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له النبي: ادن مني. فدنا قريبا منه وجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. جعلني الله فداك يعكس مدى تعلق هذا الشاب بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكرر له النبي السؤال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. قال: أترضاه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. ووضع النبي عليه الصلاة والسلام يده عليه ودعا له: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك. بنظرة سريعة، ونحن ننظر إلى مشاعر الشاب من زاوية، وإلى مشاعر المسلمين الذين حضروا اللقاء من زاوية، وإلى مشاعر النبي المربي من زاوية. الشاب فتى لديه شعور كأي شهوة طبيعية في الإنسان، عبر عنها للنبي لقناعته أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع منه ويستجيب. المقطع الثاني، مجموعة من المسلمين الذين زجروه نتيجة ردة الفعل الأولية التي لم تراعي اللطف في النصيحة، والتي نظرت للأمر على أنه لوحده جريمة يستحق العقوبة. أما التصحيح فجاء من النبي عليه الصلاة والسلام حين دعاه للجلوس وحاوره حوارا منطقيا هادئا، ليعود الفتى متبنيا لفطرته، مؤمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قادر على أن يربي القلوب. وليتعلم المسلمون من هذا الدرس درسا عظيما، أن القلوب فيها فطرة الخير، لكنها تحتاج إلى الرفق واللطف في التعليم. الوقفة الرابعة سنقفها مع أحد تلامذة سيدنا محمد الذي تعلم من منهجه اللطف والرفق. في رواية أن سيدنا أبا الدرداء مر على رجل قد أصاب ذنبا، وكان الناس حوله يسبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في بئر ألم تكونوا تستخرجونه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا نبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله. تربية انتقلت من النبي عليه الصلاة والسلام لتلاميذه وصحابته، حتى بدأوا يرون المذنبين أنهم يحتاجون إلى مساعدتنا بدل قدحنا أو سبنا أو هجائنا أو بغضنا له. الصحابي الآخر الذي تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدرس سيدنا ابن مسعود، يقول: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا ف
فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. تقولوا اللهم اخزه، اللهم لعنه، ولكن سلوا الله العافية. وقفة تربوية رائعة يتعلمها صحابة رسول الله ليطبقوا قيمة اللطف مع المخطئين، وليبنوا قيمة اللطف في التعامل، فينشئوا جيلا سليما بعيدا عن تأثير النفوس. يقول تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الذين اصطفينا من عبادنا ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات. حتى الذي ظلم نفسه بالمعاصي يقع ضمن دائرة من اصطفاهم الله من عباده. نحن على ملة الخير، لكننا نحتاج أن نرفق بمن أخطأ. فلا تحكم على عاص بأن مآله النار، فأنت لا تملك النار والجنة. ولا تحكم على العاصي بأنه مذنب، فإنه مبتلا فلا نكون أعوانا للشيطان عليه. ولا تشمت بعاصي بل ارفق به، ولنزين قلوبنا باللين والرفق وحب الخير للناس كافة. لذلك نحاول أن ننطلق في نهاية رحلة اليوم لنحول الفكرة إلى عمل، والقيمة إلى سلوك، ونبدأ في تحدي الإنجاز اليومي الذي نحاول فيه أن نثبت القيمة. تحدي اليوم هي أن نطلع على سورة القلم لنقارن بين وصف الله تعالى لخلق النبي في مقابل وصف الله تعالى لخلق سادة قريش، وما كانوا عليه من غياب اللطف في التعامل مع الآخرين. انظر كيف وصف الله تعالى في سورة القلم غياب اللطف في شخصيات كفار قريش، واحذر أن يشملك هذا الوصف. شاركوا رأيكم معنا على صفحة البرنامج، وسنكون هناك للحوار والنقاش. ولنتذكر: كن داع للخير لا قاض على الناس. السلام عليكم.